عيل بارد يعني، مش كفايه كمان ان هو السبب اللي هيخليني اخش الجيش، لا وبيقرفني في عيشتي كمان. الله يخرب بيت ام الكرتونات اللي لحست له دماغه. اه ايه ده؟ القرصه دي وجعته ليه بقى؟ وجعته عشان الشبكه اللي في جسم العنكبوت دخلت جسم الراجل، فجاه بيعمل ايده كده لا ايده بتطلع شبكه. يا لو يجي عنكبوت يقرصني واطلع من ايدي شبكه. يا اللهم صل على النبي، هي الكرتونات طلعت حقيقه ولا ايه؟ لما اجرب اسحب الكره اللي هناك دي. يلا بينا، ده انا جسمي بقى بيطلع شبكه. اللهم صل على النبي، ده انا جسمي بقى بيسحب حاجات بالشبكه اللي فيها دي. ده انا والله العظيم ما هرحم حد بالقوه الخارقه اللي معايا دي. ده انا هعمل حاجات ياما قوي بالشبكه اللي معايا دي، واول حاجه هعملها هروح اطفي ام التلفزيون اللي بره ده اللي جايب لي صداع. استعنت بقى كده، تعالى هنا. ايه عجبك يعني الكرتون دلوقتي وجاي تتفرج عليه؟ ها؟ اه ده طلع جميل جدا الصراحه. عشان تعرف بس ان اخوك عمره ما يقول لك على حاجه غلط. اه طبعا عمرك ما تقول حاجه غلط انت. عيب عليك يا باشا، انا صغير. اه بس سيطره، اديهم يا سبايدر مان اديهم. بقول لك ايه، ركز بقى عشان سبايدر مان بص عمال يضرب فيهم من الصبح. اه ما انا هركز اهو، هركز اهو. بقول لك ايه صح، ما تعلي كده صوت التلفزيون شويه عشان انا الصوت واطي وانا عايز اركز. دلوقتي تعلي الصوت؟ ماشي يا عم. ايه ده؟ الريموت راح فين؟ مقلناش عرفنا، انا مش انت اخر واحد مستخدمه؟ اه اخر واحد مستخدمه، هو كان لسه هنا مش عارف راح فين ده. طب بقول لك ايه، دور عليه انت هنا كده وانا هقوم ادور عليه هناك. خلاص تمام ماشي. دور كويس بس. ها؟ بقول لك ايه يا ابني، انا دورت عندي هنا وهنا وبرده ما لقيتش حاجه، ما تشوفه يا ابني يمكن تحت الشلطه اللي انت قاعد عليها دي. طب ثانيه كده. ما لقيتش حاجه سيف. ايه ده انت رحت فين انت كمان؟ خلاص بقى مش لازم بقى نعلي الصوت بقى، مش لازم، مش لازم نعلي الصوت. يا دي النيله، ادي ام الشاشه فصلت. ده زمان سبايدر مان قتلهم والكرتون خلص. حسبي الله ونعم الوكيل. لما اقوم اشوف الشاشه وانت لازم يعني تفصلي دلوقتي. من النهارده خلاص مفيش كرتونات ومفيش صداع ومفيش قرف، خلاص بقى معايا الريموت. لا وايه كمان، ده انا هخبيك في مكان الدبان الازرق ما يعرفش يوصله. بتعمل ايه عندك يلا؟ لا ده كان في بس حاجه بس كده وقعت مني وكنت بدور عليها. ما بتذاكرش ليه ان شاء الله وانت عارف ان امتحاناتك خلاص فاضل عليها كام يوم؟ خلاص ماشي هذاكر اهو يا بابا. انت بقالك يومين عمال بتقول لي اهو يا بابا هذاكر. عارف انا انت ايه اللي مخليك مش عارف تذاكر كده؟ ايه يا بابا اللي مخليني مش عارف اذاكر؟ ام التليفون اللي انا جايبه لك دوت هو ده اللي مخليك مش عارف تذاكر. هات بقى حبيبي التليفون دوت عشان تعرف تذاكر. طب تصدق وتامن بالله؟ لا اله الا الله. صل على النبي كده عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه عليه افضل الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه واحده كمان عليه افضل الصلاه والسلام. ينفع بقى نتكلم في الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه؟ هو احنا كنا بنتكلم في ايه بس؟ معلش عشان نسيت. نعم يرحمك افتكرت. ان انت كنت عايز تاخد مني التليفون. انا عايز اقول لك اساسا ان ده مش ده خالص اللي معطلني عن المذاكره. انا بقالي 3 ايام ما مسكتش التليفون يا بابا. ما يخصنيش انا الكلام ده، هات التليفون يلا. يا بابا طب اسمعني. طب ده كده بقى شكلك هتتعبني وانا اساسا واحد خلقه ضيق. هات التليفون يلا. خلاص يا بابا انا اسف يا بابا. خلاص يا بابا امسك يا بابا التليفون. هات على الله اجي الاقيك مش بتذاكر، هروح ابيع امه. خيبة، ما انا مش هذاكر، انا مش هذاكر، دماغي دي مش مستوعبة ام مذاكرة. ما انا هجيب التليفون يا عم، هجيب التليفون. هجيبه ازاي؟ انا عرفت هجيبه ازاي. الحق بابا صرصار صرصار. لا وايه كمان ده بيطير فين ده يلا؟ الله يخرب بيت. اهو يا بابا فوق اهو، فوق اهو. فين يا ابني مش شايفه؟ فين يا
يا ابني الله يخرب بيتك مش شايف حاجة. خلاص يا بابا تلاقيه طار هنا ولا هنا مش مهم بقى خلاص. ايه على السود ده؟ لا ده تلاقي بس بابا بطني بس كده وجعاني كده ولا حاجة. طب خش طب الحمام طيب ولا اعمل اي حاجة بدل ما تقرفنا. ما انا داخل اهو، ما انا داخل. ده ايه الولد المقرف ده؟ ايه يا حيوان انت، ما تصبر شوية يا زميلي، اللي جاي لك فيه ما ينفعش يتصبر عليه. عايز ايه يا عم الزفت انت؟ يا زميلي لو سمحت وانت بتتكلم معايا تحسن اسلوب كلامك شوية. أنا آسف، ما تخلينيش أعلي صوت أبويا هيسمعني، أنا آسف. ركز معايا بقى كده ووحد الله. أديني ركزت معاك أهو. وحد الله بقى. ما ينفعش. يالا أنت بقيت ملحد ولا إيه؟ ملحد إيه وزفتي إيه؟ أنا في الحمام يا ابني. وبتعمل إيه في الحمام يا ابني؟ وأنت مال أمك يا عم؟ هتخليني أعلي صوتي. الله 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 الله. طب يا صاحبي لو سمحت يا صاحبي حسن اسلوبك وانت بتتكلم معايا. يبقى اخش في الموضوع على طول وبلاش قرف. بص بقى يا زميلي، احنا النهارده نازلين حته دي الخروجه ما تتعوضش، فانت بقى كده ظبط نفسك كده وجهز نفسك على 200 جنيه عشان نازلين النهارده بالليل. ودي انا اجيبها منين ال 200 جنيه دي؟ اتصرف بقى يا زميلي. خلاص تمام ماشي، هتصرف. يلا سلام. ده ايه الصحاب اللي اتعرض دي يا رب؟ وايه النضاره دي كمان؟ وده انا اجيبها ازاي ال 200 جنيه دي؟ ما انا مش هينفع افكر في ام الريحه المعفنه اللي انا قاعد فيها دي. ايه بطنك ارتاحت خلاص؟ خلاص الحمد لله. طب الحمد لله لاحسن كنت هتعمينا انت ببطنك دي. لا ما تخافش. طب انا اجيب ال 200 جنيه دي ازاي؟ اجيبها ازاي؟ طب انا لو طلبت من بابا 100 جنيه حتى هيوافق؟ بابا لو سمحت بابا كنت عايز 100 جنيه. لا يبقى بلاش بابا. اعمل ايه؟ انا عرفت هعمل ايه. ومن هنا فكرت ان انا اقدر اضحك على اخويا الصغير وانزل اشتري هدوم سبايدر مان والبسها واضحك عليه واقول له ان انا سبايدر مان، وهو بما ان هو بيحب سبايدر مان فاي حاجه انا هطلبها منه اكيد هيسمع كلامي فيها. وده ماسك سبايدر مان اللي اشتريته من تحت، ودي بدله بس مش بدله سبايدر مان، بس مش مشكله هحاول اقنع فيه ان البدله بتاعتي اتقطعت وانا بحارب سلاحف النينجا، والبدله دلوقتي عند الخياط وبتتخيط، ودي بدله استثنائيه كده بلبسها عبال ما البدله بتاعتي ما تتخيط. وهو اكيد يعني اول ما يشوف الشبكه اللي انا بطلعها من ايدي ديت هيصدق ان انا سبايدر مان وهيعمل لي اي حاجه انا عايزها منه. هو ده الريموت اللي انت بتدور عليه؟ هو ده الريموت. ايه ده؟ سبايدر مان؟ ده هو سبايدر مان. لا بس دي مش بدله سبايدر مان. ما كان معايا عركه مع سلاحف النينجا وانا بضرب دوناتيلو لقيت البتاع من عند الكتف هنا اتقطعت، فالبدله دلوقتي بتتخيط عند الخياط. طب اثبت لي طب ان انت طب سبايدر مان. انا هثبت لك دلوقتي. امسك كده اهو، حطه على الكرسي ده. اهو حطيته على الكرسي اهو. ها ايه رايك؟ اقسم بالله انا مش مصدق نفسي. طب استنى كده، طب يمكن بحلم مش حلم. طب هو انت سبايدر مان؟ يعني سبايدر مان اللي هو سبايدر مان؟ يا دي النيله السوداء، ما انا طلعت لك شبكه من ايدي، اعمل لك ايه تاني؟ طب بالله عليك، طب قول لي، طب انت ازاي بتطلع شبكه وبتتنطط على الحيطه وبتطير الحاجات دي؟ قول لي بالله عليك عشان انا نفسي اعملها والله. انا موافق بس على شرط. وربنا موافق من غير ما تقول. وهو ده اللي انا مستنيه. يعني هتسمع كلامي في كل حاجة؟ بقولك أي حاجة هتطلبها مني هعملها لك. طب تمام، أنا عايزك بقى تركز معايا قوي. من عيني حاضر، بس ممكن بس أطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن بس تضرب شبكة كده في الجو من اللي أنت بتضربها دي؟ أهو مبسوط كده؟ الله عالجمال الله عالجمال. عايز إيه بقى؟ عايزك بقى تركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم دول. من عيني حاضر، تعال اقعد بس يلا كده عشان نتكلم على روقان. ما أنا جاي أهو. انا كده عرفت ازاي هجيب ال 200 جنيه بتاعت الخروج النهارده من ابويا.